عقد النكاح عقد غليظ بوصف الله تعالى سبحانه وتعالى له، فالمفروض ألا يستعمل في مثل هذه المواقف، وأن يتحكم الإنسان في لسانه، لأن اللسان هذا محل العثرات بصورة عامة، ومنها قضية الطلاق، لأنه إذا وقع الطلاق والحالة هذه فإنه ينفصل عن زوجته ويترتب عليه كثير من الأمور. أنا أنصح من يستعمل بكثرة قصة الطلاق ألا يفعل ذلك، وأن يثني لسانه عن ذلك. والله أعلم. نعم.